خلينا بقى نروح لقائمة الأهلي الإفريقية وال 33 لاعب اللي أعلن عنهم كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي. هو أعلن القائمة اللي ضمت محمد الشناوي وعلي لطفي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، سعد سمير، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمود متولي، بدر بنون، محمد هاني، كريم ندفد، أحمد رمضان بيكم، أيمن أشرف، علي معلول، محمود وحيد، عمرو السولية، أكرم توفيق، محمد محمود، حمدي فتحي، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، ناصر ماهر، محمد شريف، جونيور أجايح، حسين الشحات، محمود كهربا، طاهر محمد طاهر، وليد سليمان، مروان محسن، صلاح محسن، والتر بوليا، احمد نبيل كوكا، واحمد سيد غريب. واعتقد كده الاسامي كامله، يعني كده اعتقد هو المجموعه كلها بتاعه الاهلي. ورغم ان احنا بنتكلم على فكره قائمه الاهلي الافريقيه تغيرت، العدد بتاعها دلوقتي بقى 40، يعني الاهلي لسه عنده 7 ممكن ان هو يضيفهم بعد كده، بس هيلعبوا في دوري المجموعات، يعني هو ده الكلام، فلسه في 7 ممكن الاهلي ان هو يضيفهم، لكن ال 33 اسمه يضلوا المجموعه كلها بتاعه يعني الاهلي. فبالتوفيق ان شاء الله، زي ما احنا عارفين يعني اهلي والزمالك والمصري وبيراميدز بيستعدوا للسفر عشان يشاركوا في دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه، فبالتوفيق ان شاء الله.